الوطني وعايز هنا في مصر، وعايز اقول لكم ان المنتخب هيغادر غدا ان شاء الله باذن الله ويوصل بالف سلامه. طمنا على احمد ابو الفتوح وان شاء الله باذن الله صحته كويسه، عنده دور برد مسحته سلبيه ويا رب نتمنى له شفاء. عبد الله جمعه النهارده دخل المعسكر، ان شاء الله باذن الله تبقى المسحه ايضا سلبيه ويكمل مع المنتخب الوطني. كل التوفيق للبدري في القادم. نطير لكينيا لسفيرنا هناك سيد سفير خالد الابيض سفير مصر في كينيا. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور يا كابتن. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم كله تمام. يا رب دايما بصحه. طمنا يا فندم يعني اخر ترتيبات استقبال المنتخب الوطني غدا ان شاء الله باذن الله، واخر اجراءات كورونا والموقف هناك والجو والطقس. والله يا كابتن احنا الحقيقه اللي احنا امبارح الحمد لله احنا ابتدينا الاستقبال من امبارح، كان في استاذ علي محمد علي جه ومع حد الطباخ بتاع المنتخب جه امبارح الصبح، والمفروض دلوقتي ان شاء الله واحنا بنتكلم كابتن احمد حجازي يكون وصل، فيه زملاء منتظرينه في المطار، وان شاء الله منتظرين المنتخب بكره. النهارده في الدكاتره من مستشفى القبطي راحوا محل الاقامه اطمنوا شافوا المكان اللي هياخدوا فيه المسحات ان شاء الله اول ما المنتخب يوصل بكره. احنا منتظرين المنتخب يوصل في حدود 8:30 9 مساء بتوقيت كينيا، اول ما يتوجهوا للمحل الاقامه ان شاء الله الفندق فيه هيكون منتظرينهم الدكاتره من المستشفى القبطي اللي تابعه للكنيسه. وانا الحقيقه بنتهز الفرصه ان انا اشكرهم بصراحه ان مجهوداتهم معانا وان هم مخصصين طقم مخصوص للمنتخب، فان شاء الله ياخدوا المسحه يوم الاربعاء. هيبقى في تمرين الساعه 7 على استاد كازراني اللي هيبقى فيه اللي هتقام فيه المباراه، وان شاء الله المباراه يوم الخميس بقى الساعه 7. الجو يعني احنا في نهايه الموسم الجاف هنا حضرتك، الجو في نيروبي يعني جميل طول السنه، جو ربيعي يعني الحراره ما بتزيدش عن 30 ما بتقلش عن 22، بس بقى بتبقى فيه يا اما امطار كتيره او امطار قليله. احنا دلوقتي ابتدينا الامطار تنزل يعني شويه، احنا المفروض يعني نظريا في فصل الصيف، بس هي بقى ابتدينا نخش ان يعني بقى في امطار اكتر امبارح اول في امطار، بس ان شاء الله متوقعين ان يوم المباراه مش المفروض حسب الارصاد المتوقع ما يكونش في امطار باذن الله. فندم ما يخص الاهتمام الاعلامي والجماهيري باللقاء، هو حضرتك طبعا الاعلام مهتم، المنتخب فيه نجوم كبيره ما شاء الله محترفه في انديه عالميه، عشان كده حتى الاتحاد الكيني بصراحه موفر حراسه للمنتخب وحتى جوه فندق الاقامه. الاهتمام الجماهيري طبعا انت عارف حضرتك بالنسبه لظروف الكوفيد فمش هيبقى فيه، طبعا هنا الجماهير كلها عارفه اخبار المنتخب، الواحد بيبقى فخور حتى لما بيبقوا عارفين ان احنا في الساره المصريه الناس بتسالنا على اخبار لعيبه المنتخب بالاسم طبعا ونجومها، بس هو طبعا للاسف مش هيبقى فيه حضور جماهيري، هو الحضور هيبقى مقتصر على الدعوات هتوجه لعدد محدود من الناس، فيعني معلش بقى دي ظروف ولازم نتعامل معاها. نتمنى ان شاء الله باذن الله فندم كل التوفيق للمنتخب الوطني، وبنشكر حضرتك وان شاء الله باذن الله يكون لقاء جيد. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله كابتن سيف تشرفت. بشكرك سياده سفير، بشكرك شكرا جزيلا، سفيرنا في كينيا سياده سفير خالد الابيض بشكره شكرا جزيلا وكل التوفيق ان شاء الله.